يد الشنطة دي. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. الفيديو سهل وسريع وان شاء الله تقدروا تنفذوه. هنحتاج فيه لخيط مكرمية بالشكل دوت، هنحتاج لخيط مكرمية وهنحتاج لإبرة مقاس 5. اليد دي انا منفذاها مقاسها 1.20 متر، تمام. طبعا المقاس دوت انتوا ليكم مطلق الحريه فيه، احنا هنشتغلها بغرزه واحده بس. انا هوريكم الفكره بتاعه الفيديو وان شاء الله تكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم. احنا هنبدا اول حاجه بعمل اي عدد من السلاسل، طبعا ده هيرجع لطول الشنطه، طول اليد بتاعه الشنطه اللي انت عاوزاها. هنبدا اول حاجه بعمل عقده البدايه بالشكل دوت، بعد كده هنشتغل اي عدد من السلاسل 2 3. هنبدا نلف السلاسل بتاعتنا بالشكل ده كده، تمام. وهنشتغل في ظهر السلاسل في اللي هي المكان ده اللي هي الضلع الثالث للغرزة. هنلف الغرز وهندخل بالشكل دوت هنا بالشكل ده، وهنسحب الخيط ونشتغل غرزة منزلقة. طبعا تحاولي تخلي ايدك تكون مريحة علشان خاطر اليد ما تبقاش ملفوفة. غرزة تانية هنخش ونلف، نسحب الحلقة اللي موجودة على الإبرة بالشكل ده. أدخل في الغرزة الثالثة وأسحب الخيط وأسحبه من الحلقة اللي موجودة على الإبرة بالشكل ده. نكمل، ندخل نسحب الخيط ونسحب من الحلقة اللي موجودة على الإبرة، وهكذا لغاية لما بنخلص السلاسل اللي احنا عاملينها بالشكل ده. ده بيكون الشكل بعد ما بنخلص اول سطر. في ناس بتكتفي بالشكل دوت، بتكتفي ان اليد تكون بالشكل ده. في ناس تحب الايد يد شنطه رفيعه فبتستكفى ان هي تعمله بالشكل ده بس، تمام. انا هنا في اليد دي عامله 3 اسطر. هكمل معاكم اوريكم الفكره بتكون ازاي. هنبدا نرتفع غرزه سلسله ونلف الشغل بالشكل ده. عندنا غرزه اماميه وغرزه خلفيه، هنبدأ نشتغل غرز منزلقة في الغرز الخلفية. هندخل ونسحب الخيط بالشكل دوت ونطلع من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. الغرزة اللي بعدها ندخل في الحلقة الخلفية، نسحب الخيط ونطلع من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. الحلقة الغرزة اللي بعدها ندخل في الحلقة الخلفية، نسحب الخيط ونسحب من الحلقة اللي موجودة على الإبرة، وهكذا لحد ما بنوصل لنهاية السطر التاني، نهاية الدور التاني. هنبدأ نرتفع للدور التالت. هنرتفع بغرزة سلسلة نفس اللي عملناه في الدور التاني. هنرتفع بغرزة سلسلة وعندنا حلقة أمامية وحلقة خلفية. بندخل في الخلفية ونسحب الخيط ونسحب من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. الغرزة اللي بعدها بالشكل ده. طبعا احنا بنستمر في الشغل على حسب عدد الادوار وعرض الشنطة، عرض اليد اللي احنا عاوزينه، تمام. بنفس الطريقة احنا كل الفكرة ان احنا بنشتغل اول سطر. اول حاجة بنعمل عدد سلاسل بطول الشنطة اللي احنا عاوزينها، وبعد كده بنبدأ نشتغل ادوار بغرزة المنزلقة على حسب العرض اللي احنا عاوزينه للشنطة بالشكل ده، تمام. ونهايتها طبعا او تقفلها سهل جدا. بعد ما بنخلص اليد بالشكل ده ادخل اسحب الخيط، بوصل دلوقتي بالشكل ده. ما ننساش اخر غرزة معانا اهي، ندخل ونسحب الخيط ونطلع بالشكل ده، تمام. طبعا في نهاية اليد بنعمل غرزة سلسلة كتأمين للشغل وبنقص الخيط.
وعلشان نثبتها في الشنطة ممكن ان احنا في الجهة دي بنشتغل غرز حشو علشان نقدر ان احنا نثبتها في الشنطة بتاعتنا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا، فكرة سهلة وسريعة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم وان شاء الله باذن الله تقدروا تنفذوها. كنت معاكم انا رحاب من قناة العفاريت التلاتة، متنسوش تعملولنا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا هعمله،